مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني يناير، يوم القمر مرافقنا من برج الحوت المائي. أجواء كتير حلوة اليوم بترافق مواليد الأبراج المائية، مواليد برج الحوت، سرطان، العقرب، كذلك بالدرجة الثانية الثور ومواليد برج الجدي. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل يلي نهاره اليوم متقلب شوي لأنه الجو ما بيساعد بتسريع الأمور، بالعكس الأمور بطيئة جدا. كونوا جدا حذرين، هيدا الجو مكمل معكم هيك للأربعة المساء. هلأ كوكب المشتري رح بيساعدكم شوي، مواليد 25-26 أدار مارس. بالنسبة لبرج الثور جو جيد، أكيد أفضل من 3 أيام اللي قطعت، فرصة مناسبة لمواليد برج الثور لحتى يغيروا الكثير من الأمور عندهم بحياتهم، بشغلهم، يشهلوا ببعض القصص قبل ما يوصل الأمر لبرج الحمل. لذلك الجو هلأ مناسب للتحرك، فما في شيء بيمنعكم، حتى في احتمال إذا أنتم طلبتوا مساعدة بتلاقوا مين يساعدكم. كونوا منتبهين، 5 و6 ايار مايو ما تتسرعوا باي عمل كبير او مهم. بنكمل مع برج الجوزاء. وجود القمر في النقطة الأعلى من الدائرة الفلكية قد تحمل بالنسبة لكم بعض التعب أو بعض القلق، لكن الحلو إنه كوكب الشمس موجود ببرج الدلو عم بيساعدكم، فهنالك دعم لكم. يمكن تكون مسؤولية كبيرة، يمكن تكون فرصة عمل مهمة، مقابلة مهمة، المهم أنتم تكونوا محضرين حالكم ومش رايحين بلا تحضير، حضروا حالكم لأنه الوقت مهم جدا، وكونوا رايقين. 30-31 أيار مايو سوء على مهلكم، كوكب المريخ قد يسبب المشاكل. بالنسبة لمواليد برج السرطان، الجو اليوم ممتاز، وجود القمر ببرج الحوت بيخلي هذا النهار يكون مميز، ويمكن يكون هذا اليوم من أفضل الأيام من أول السنة لهلأ، مش إنه كتير يعني، بس إنه جو مريح مطمئن، وهنالك عمل متناسق، وهنالك انفتاح تجاهكم. أجواء جيدة، استفيدوا منها، تقدموا، عملوا البتكونية، وفي احتمال إنه الأمور تزبط على ذوقكم. لذلك مواليد برج السرطان أولكم معكم اليوم، ومعكم أيضا يوم الأربعاء. الأكثر حظا كلكم محظوظين اليوم، خاصة مواليد حزيران يونيو. بنروح لبرج الأسد. مواليد برج الأسد اليوم أريح من امبارح، من الاثنين أريح أكيد من الأحد. ما في معاكسة من القمر لبرجكم، لذلك هنالك جو مريح نسبيا. الشمس بعدها معاكسة لكم، لكن ماشي الحال من مشية. الأجواء إذا عند مواليد برج الأسد جيدة، مريحة شوي، بتعطيكم فرصة لحتى تتحركوا باتجاه تصحيح بعض القصص، مقابلة أشخاص، يمكن تعجلوا بمسألة مهمة، عتلانين همة، ما لازم تروحوا على يوم صعب، فاليوم نهار جيد لا بأس به إذا مستعجلين. هلأ كوكب المشتري رح يعطيكم حظوظ حلوة، مواليد 27-28 و29 تموز يوليو. بالنسبة لبرج العذراء جو متقلب، كونوا منتبهين، مزاجكم منه كتير رايق، ما تعملوا مشاكل. مواليد برج العذراء الجو ما بيسمح انه يصير عند مواليد برج العذراء نوع من مفاخرة بالذات أو تباهي بالذات أو مشكل معين، مش وقتها. حاولوا تكونوا هادين وحاولوا تكونوا رايقين لحتى الأمور يمشي حالها على ذوقكم. كونوا أنتوا راضين، مش إنه الناس راضية عنكم، لكن حتى شغلكم أنتوا بالنتيجة بدكم تاكلوا عنب ولا بدكم تخانقوا الناطور. إذا طولوا بالكم، نهار بيحمل طاقات كبيرة وبتقدروا تنجحوا بالنتيجة. عفوا خليني أخذ الورقة، وقعت من إيدي. بتاخذوا اللي بدكم إياه. الأكثر حظا بالرغم من هذا الجو 8-9-21-22 سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان، نهار جيد لمواليد برج الميزان. جو منه بحلاوة وسهولة اليومين اللي قطعوا، لكنه جو جيد بيساعد مواليد برج الميزان لحتى يكونوا متأهبين، مزبطين حالهم، مزبطين أوضاعهم. التقدم من نصيبكم، ما في أي عائق بدربكم صدقوني فلكيا. لذلك اعملوا شغلكم مثل ما لازم وبتنجحوا، بتحصلوا على كثير من الفرص، لكنه نهار طويل، لكن نهار طويل، فاعملوا حساباتكم. زحل رح بيساعدكم 18-19-21 اكتوبر. نكمل مع برج العقرب يلي صار له جمعه تقريبا متقلب الطباع الاطوار، مزعوج شوي، يمكن مش عارف من شو، يمكن عارف من شو. المهم اليوم عند مواليد برج العقرب بقول له مولود برج العقرب انه القمر الموجود ببرج الحوت رح بيساعده، رح بيساعده كليا، رح يقدم له بعض الفرص، رح يقدم له خبر حلو، رح بيساعده. فمواليد برج العقرب اليوم ما تسكروا البواب، ما بوج حدا، ما معناتها تستقبلوا من مكان، لا، لكن كونوا مفتحين شوي، الجو بيسهل الأمور، وعلى الأرجح في مساعدة رح توصلكم بين اليوم والأربعاء.
كونوا منتبهين أكثر من غيركم. 87 نوفمبر تشرين الثاني. بنروح لبرج القوس، يوم متقلب شوي بسبب مسألة يمكن عائلية أو شخصية. القمر الموجود بالبيت الرابع بيسلط الأضواء على قصص عائلية أو يمكن منزلية. المهم لا يوجد سبب لتكونوا مزعوجين كتير، الجو بيمشي وبتمشي الأمور، المهم تكونوا أنتوا رايقين وبالتالي الأمور منها لحالها بتنحل. فأحسن شيء بتعملوه أنه تاخدوا نفس عميق، تتنفسوا نفس عميق وبتروقوا، لانه الامور منها لحالها رح تمشي. كوكب المشتري، يعني انتم ما تعظموها ما بتعظم، ما تكبروها ما بتكبر. كوكب المشتري بيترك تاثيرات كتير حلوه وحظوظ حلوه عند 26 27 و28 نوفمبر. بنروح لبرج الجدي، يوم كتير حلو للمواليد برج الجدي، سواء من القمر سواء من الشمس سواء من اورانيوس، اجواء كتير حلوه بتساعدكم وبتخلي مواليد برج الجدي من الاقوياء اليوم. فمواليد برج الجدي تقدموا، تحركوا، ما تتركوا شيء وراكم، بالعكس كل شيء اليوم لكم. سرعه الخاطر، الحركه اللي عندكم اياها، المهارات اللي عندكم اياها بتسلط الاضواء على قدراتكم الناجحيه، تقدروا تنجحوا بشكل كتير كبير. بنروح لبرج الدلو، يوم جيد لمواليد برج الدلو، القمر والشمس والمريخ كله داعمكم، حتى كوكب المشتري. لذلك مواليد برج الدلو نهاركم بيعطيكم دفشة إلى الأمام وإلى الأعلى، شو بدكم أحلى من هيك؟ ما تتأخروا بشي، ما تخلوا شي يسبب تراجع عنكم، نفسيتكم، درسكم، شو ما كان، شو ما عملتوا اليوم مفروض يكون ناجح، مفروض يكون إلى الأمام. حضروا شغلكم، ما تتأخروا، وإذا دخلت على راسكم فكرة سوداء طلعوها، لأنه طلعوها من راسكم، لأنه ما في أي سبب لتكونوا مزعوجين. بنروح لبرج الحوت، ومع وجود القمر ببرجكم، مواليد برج الحوت هيدا النهار رح بيساعدكم، لأنه انتوا بأمس الحاجه لهالمساعده. القمر الشمس الموجوده برج الدلو بتخفف شوي هالسرعه اللي عندكم اياها، مثل الطالع بالطلع، تدعسوا بنزين لكن ضلكم تدعسوا لتقدروا تمشوا. امبارح او امبارح ما كانت ماشيه القصه بالمره، السياره ما كانت ماشيه بالمره، اليوم نهار افضل، القمر ببرجكم رح بيساعدكم ورح يعطيكم هالدفشه الى الامام. او قلبكم، ساعدوا حالكم، تحركوا بالاطار والاتجاه اللي بدكم اياه، اليوم القمر بيساعدكم، غير يوم لا. بختم مع مولود اليوم، قل له لمولود اليوم انتظاره سنة جيدة، سنة حماسية، سنة فيها تغييرات، سنة بدكم تحضروا حالكم في تغيير بدق بابكم خلال سنة 23، كان بمكان إقامة، كان بمكان سكن، أو كان بأحوال اجتماعية. فحضروا حالكم مولود اليوم، على الأرجح أمور جيدة، لكن يلي بتبدأوه لازم يكون مبني على أسس كتير كتير قوية ومتينة، لأنه الـ24 معقول تخربط بعض القصص. بتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.